أحال مرتضى منصور رئيس الزمالك مفاوضات المصري للحصول على ثلاثي الفريق الأبيض أحمد كابوريا وخالد قمر ومحمد الشامي إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة. وطلب النادي المصري في الساعات الماضية الحصول على خدمات الثلاثي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وطلب رئيس الزمالك من تيجانا دراسة العرض ومناقشته مع الجهاز الفني وحسم الأمر خلال الساعات القادمة.